السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم شي واد أم أدا بدون غلوتان. وصفة اليوم حريشات في الفرن، الصراحة كيجيو رائعين وكيجيو لذاد. حضرهم ليكم ولوليداتكم، بقاو معايا حتى تشوفوا الفيديو حتى الأخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم شي واد أم أدا بدون غلوتان. اليوم غادي نحضروا حريشات في الفرن بدون غلوتين اكيد، لكن كيجيو رائعين وفي المتناول. تحضرهم لكم ولوليداتكم. غادي نحتاجو بيضتان، غادي نحتاجو ملعقه كبيره زبده، غنحتاجو جوز هند، كاس جوز هند، وعندنا نصف كاس سكر حبيبات ونصف كاس زيت وملح للذوق، وعندنا قشور البرتقال او الليمون الحامض، وعندنا هنا انا عملت هنا الفرينة بدون غلوتين، ولكن اللي عنده نشا الذره يستعمل نشا الذره. هذوما المقادير اللي عندي، وغادي نجمع الخليط يعني بالحليب، يعني الحليب على حسب الحاجه. اول شيء غادي نوضع البيض كيف ما كتشوفوا، بسم الله. غادي نضيف السكر، غادي نضيف نصف كاس زيت، وغادي نضيف ملعقه كبيره زبده كيف ما كتشوفوا، او ملعقتان، ممكن اضافه ملعقتان زبده. هاد الزبده بدون غلوتين اكيد. وغادي نضيف عندي هنا ملح، يعني باش يحيد لينا، باش يكسر لينا هذاك البيض، هو المذاق ديال البشر. الليمون الحامض، غادي نضرب المكونات كيف ما كتشوفوا. فقط بهذه الطريقه. الحين غادي نضيف السميد. هذا السميد يعني ماشي هذاك اللي الحجم ديالو يعني سميك، هذا سميد رقيق يعني حجم عادي. ما غاداش نضيف دابا الكاس الثالث، حتى عندي هنا جوز الهند. هذا كان جوز هند يعني كان شايط عليا من فواحد حوض واحد البتيفور، وبغيت يعني نضيفه، ما كاين حتى مشكل. يعني تقريبا كاس كبير من جوز الهند او الكوكو، نخلطه بهذه الطريقه. وغادي نضيف عندي هنا كاس من، ممكن تضيفوا النشا، ممكن تضيفوا يعني دقيق بدون غلوتين، يعني اللي حسب الموجود عندكم. الصراحة هاد الحريشات ديال الفرن كيجيو رائعين وكيجيو لذاد، يعني ديروا بهم الكوتي. دابا غادي نبدا نضيف الحليب شوية بشوية، طريقة. غادي نضيف الكأس، انا خفت الحليب يعني ما يقدنيش. غادي نضيف الكأس الثالث تاع السميد، وغادي نضيف معاه خميرة حلويات، ومن بعد نجمع الكل مرة واحدة. هذه خميرة حلويات اكيد بدون غلوتين، هذه فيها 15 غرام يعني كيف ما كتشوفوا. نبقاو نجمعوا بهذه الطريقة، وحنا كنضيفوا في الحليب. اللي عنده حساسية يعني من الحليب ما كاين حتى شي مشكل، يمكن التعويض بالماء، يعني حتى هي راه كتجي رائعة بالماء. اللي عنده حساسية يعني كاين الناس كيحاولوا يستغناو يعني على الحليب،
ماشي مشكل. الماء يعني كاين البدائل كثيرة. نبقاو على غادي على هاد الالوان حتى نحصلوا على القوام. انا خفت الحليب يعني ما يقدنيش الساعه الصراحه، يعني كفاني لان القوام اللي انا محتاجاه هو هاد القوام اللي كيكون كيلتصق باليد، يعني فحال ما هكا. مازال غادي تشرب لينا. غادي نعمل كو، غادي نخليها دابا ترتاح غير 5 دقائق فقط. غادي نحط حدايا الطاوه ديال الفران وغادي ندير عليها يعني البابي، نخليها تشرب واحد شويه، نعمل عليها البابي ونعمر ندير نعمل كويرات صغار ونفندهم في السميد ديال الدوره كيف ما كتشوفوا. صافي ونديرهم في اللاطه كيف ما كتشوفوا. ها هو القوام اللي حصلنا عليه. يعني العجين خصو ضروري، يعني الخليط خصو يكون ضروري يكون هكا تيتلصق في اليد، ما تخليهوش يعني ناشف. غادي نحتاج السميد، غادي نحمل كرات بحال ما هكا، نحاول نكبرهم شويه بهذه الطريقه بحال ما هكا، ونمرر العجين يعني في هذا السميد. وغادي نحط بهذه الطريقه. انا الصراحه تيعجبوني يعني يكونوا شويه يعني كبيبرين، ما بغيتهمش يجيوني صغار. نبقى غدا على هذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا انا دابا غادي ندخلهم الفرن يعني على درجه حراره 180. بالنسبه لطريقه الطياب ديالهم غادي نعملهم في الرف السفلي حتى يتشقوا لي، بدا يتشقوا لي شويه، من بعد عاد نرفعهم على الرف العلوي باش يكملوا الطياب ديالهم. كيف ما كتشوفوا هما الحريشات صراحه جاوا رائعين وجاوا لذاذ وجاوا مشقين، يعني غير تبعوا الطريقه كيف ما وريت لكم وتحصلوا على بتيفور رائع وفي المتناول. الى عجبكم الفيديو تعملوا بارتاج وتعملوا لايك وتعملوا اشتراك بتفعيل الجرس، وما تنسونيش من التعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في وصفه جديده من وصفات وشهيوات ام ادم بدون غلوتين.